استفاقت ساكنة حي باب عجيسة التابعة للنفوذ الترابي للملحقة الإدارية اللمطين، والدائرة الأمنية الثالثة بالمنطقة الأمنية الأولى بالمدينة العتيقة لفاس على خبر الاعتداء الشنيع الذي تعرض له عمال النظافة التابعين لشركة التدبير المفوض. وبحسب مصادر مطلعة فإن عملية الاعتداء تمت على الساعة 7 صباحا، وخلفت إصابة مؤكدة بالسلاح الأبيض على أحد العمال ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، كما وتم أيضا التسبب بجروح غائرة على مستوى دابتين. وتضيف ذات المصادر إلى أنه تم تسجيل شكاية في الموضوع لدى مصالح الشرطة المختصة، وقد تم فتح تحقيق مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.